بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة مستر نور للمعلوميات سعيد أن أتواجد معكم في حلقة جديدة سوف أتحدث فيها عن تطبيق سوف يساعدك كثيرا وخاصة في تسريع الرام على هاتفك الأندرويد. أولا قبل بدء في الشرح، لو كانت لك أول مشاهدة لا تنسى الاشتراك بقناتنا، تفعيل مع خاصية الجرس الرمادي ليصلك كل ما هو جديد. شيء ثاني، جميع روابط التطبيقات التي أتحدث عليها تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو من موقع مستر نورو للمعلوميات. الكثير يعاني من مشكلة الرام على هاتفه الأندرويد، وخاصة لو كان الهاتف يعني يوجد به رام ضعيفة ويستغل الكثير من الأشياء عليها، سواء الألعاب أو ما شابه ذلك. ولهذا في هذا التطبيق سوف تلاحظ أشياء كثيرة سوف تتغير. تقوم بتحميل هذا التطبيق أسفل الفيديو كجي رام ميموري بوستر، تضغط على كلمة ستار، يأتيك بهذه الواجهة، ثلاث خيارات هنا في الأسفل، هنا الأدوات وهنا مي، تدخل إليها تجد كلمة سيتينجز. للأسف لا يدعم اللغة العربية، حيث يعطيك يعني الدرجة المئوية التي تستعمل عليه. نعود إلى الهوم كما تلاحظ، تضغط عليها ضغطة زر واحدة هنا في الوسط كما تلاحظ، أو يعني يعطيك هنا النسبة التي تكون على الرام الذي يكون على هاتفك. جانك كلين حيث سوف يقوم بتنظيف هاتفك. الكثير يخبرني أنه يوجد تطبيقات تقوم بهذا العمل، ولكن هذا التطبيق سوف تشاهد عليه أشياء مميزة أخرى. تضغط عليها ثم تختار التطبيق الذي يكون عليه، تعطيه إشارة صح ثم تعود مرة أخرى تضغط عليها، تضغط على Allow ليدخل إلى الملفات ويبحث عليها ليقوم بتنظيفها. انظر معي الآن كم سوف يجد من الملفات المخفية على هاتفك، سوف تلاحظ عدد خيالي حتى الآن 6.7 جيجا كما تلاحظ، التي او 0.39 جيجا التي وجدها من الملفات التي تكون عليه. الان كل ما عليك فعله تضغط على كلمة كلين ويقوم بتنظيفها هكذا. بعد تنظيفها سوف تلاحظ ان هاتفك تحصل على مساحة اكثر على هاتفه، وتوجد ايضا كلمة فون بوست ليقوم بسكان جميع الاشياء التي تعطيه يعني مجموعة من الامور لزيادة في الرام. ايضا نفس الشيء، تضغط على كلمة بوست ليقوم بايقاف اي شيء يكون على هاتفك. وأيضا لو ذهبت إلى كلمة Tools أو الأدوات سوف تجد أشياء مهمة. أيضا انظر في الأعلى Duplicate File Remove، تضغط عليها يوجد يعني الصور والفيديوهات والملفات الصوتية وأيضا الملفات خاصة بالDocument. يعني بهذه الميزة تضغط على الخيار الأول مثلا صور، يقوم بفحصها لو وجدت صور يعني مطابقة وقمت بإرسالها في مكان آخر أصبحت يعني متطابقة على هاتفك يجدها لك، ويقوم بإعطائك صلاحيات يعني إعطائك صلاحيات حذفها لكي تحصل على مساحة أكبر على هاتفك. إن لم يجد سوف تجدها، نفس الشيء يخبرك أنه لم يجد أي صورة. أيضا يوجد أمور أخرى أبلوك، تستطيع حتى أن تقوم بإغلاق يعني التطبيقات من هذا، أو يعني إغلاق جميع تطبيقاتك بواسطة هذا التطبيق، وأيضا تنظيف الواتساب، Notification Clear، أمور أخرى سوف تجده عليه من هنا أخي الغالي. شيء مميز أيضا تجد هنا كلمة File Recovery، تضغط عليها يخبرك Let's Start لتقوم بتجربة Photo Recovery، حيث سوف يقوم بسكان. لو قمت بحذف صور أيضا سوف يعطيك ميزة أنك تستطيع أن تقوم باسترجاع تلك الصور التي قمت بحذفها. وأيضا في الخيار الأخير خلاص Device Info، حيث سوف يعطيك مجموعة كبيرة من المعلومات التي تكون على هاتفك، سواء البطارية، أمور أخرى، Display يعني الضوء الذي تستعمله، أو شاشة الصوت، أمور كثيرة سوف تجدها هنا. وفي الأعلى اسم هاتفك والنوع الأندرويد أو الإصدار الذي يستعمله على هذا الهاتف. صراحة تطبيق خرافي، أتمنى أن تقوموا بتجربته. لو نال إعجابكم لا تنسى النشر لتعم الفائدة. لو كانت لك أول مشاهدة إلى قناتنا كدعم لنا يعني طبعا فضلا وليس أمرا بوضع تعليق وضغط على زر إعجاب، ولو كنت لم تكن مشترك بهذه القناة لا تنسى الاشتراك بها لنصل إلى 800,000 مشترك في أقرب الوقت أحبابي فيها. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أستودعكم في الليل الذي لا تظل ودا، وسوف نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مع السلامة.